امريكا جمعنا 100,000 دولار تحت دعاوى فكره الجهاد الافغاني والاكذوبه الكبيره اللي احنا عشناها ب 100,000 دولار عشان نطعم صائم في رمضان في افغانستان. وسافرت بشاور ب 100,000 دولار. شوف ازاي الجهاد الافغاني كان بيتم، وعلى النحو ده برضه الصرف على المسلمين والفقراء والمساكين بيتم بنفس الصوره. فروحنا تعاقدنا مع واحد علشان يجيب لنا افطار صائم ها ب 30 دولار، والراجل قبض 100 دولار. المهم انه يجيب طحين ويجيب سمن ويجيب مجموعه من الحاجات الاكل تكفي اسره. فانا متعاقد معاه على حوالي 5,000 كرتونه. فلما جاب ما جابش ال 5,000 كرتونه، جايب 1000 كرتونه واقف بالعربيات بره الساحه اللي احنا بنوزع فيها افطار صائم على فقراء افغانستان ايام الجهاد الافغاني. الكذابين اللي قالوا لك انه كان جهاد، هو مش جهاد، ده كان جهاد مزيف. فالمهم فين يا عم بقيه الكراتين بتاعتك؟ قال لي ما جاها في الطريق. وجيت لقيته لما بيوزع الكرتونه على الناس، الناس اللي بتاخد الكرتونه بتطلع بره تبيع له الكرتونه بنص الثمن، ويحط الكرتونه على العربيه ويدخل الكراتين الساحه مره اخرى. هو ده اللي كان بيتم امام الحرم برضه في الصاع الشعير اللي كان بيتوزع على الفقراء. نعم. بتديله الصاع ده على اعتبار على ان هو زكاه افطار صائم. دي تبقى للفتاوى اللي قلت لك حتى الزكاه ما تطلعش. ياخدها ويروح يبيعها لتاجر، والتاجر يبيعها لواحد، وبعدين انت تديها لواحد فقير يرجع يبيعها للتاجر وهكذا. دلوقتي كان في دلوقتي على افغانستان ما يحدث الان برضه في مصر. ايه بقى اللي بيحصل في مصر؟ ما يحدث الان في مصر ان اللحم الاضاحي التي توزع على الفقراء بتباع اخر النهار لبتوع الكباب والكفتة، وبقت تجارة وبقت سبوبة، وكراتين صائم دي بقت سبوبة ايضا للي باع وللوسطاء وللي وصل وللي جاب. وفي النهاية حاجة من اتنين، يا ما بتروحش للفقير بصورة واضحة، الفقير الذي لا يسأل الناس الحافا على الاطلاق وقاعد في بيته غلبان، وبتروح لمجموعة المتسولين الذين أدمنوا هذه الفكرة وهذا الموضوع، وبتباع هذه الكراتين مرة أخرى في المحلات. إذا انتفى هذا الغرض. يا سيدي الفاضل، من يعرف أن هناك فقيرا فمن المفروض أن يوصل بنفسه هذه المؤونة وهذه الصدقة إليه مباشرة. هذه المظاهر وهذا البذخ المفرط الذي لا يصل في نهاية الأمر جزء كبير منه إلى المستحق الرئيسي والأساسي، وأصبحنا كلنا كمسلمين بنعيش في أكذوبة كبيرة فيها الصدقة وفيها الصدقات وفيها إفطار صائم وفيها كذا وفيها كذا، لكن في نهاية الأمر عندك فقراء معدمين، وعندك مستشفيات ملأة بالمرضى، وعندك مرضى مش لاقيين دواء، وتصرف كل هذه الاموال فيما يسمى اما في كرتونه افطار صائم. طب يعني او في الصيام. استاذ عادل، هو الاعتراض هنا ان الكرتونه ما بتوصلش لمستحقيها ولا لا سيدي، اما اسراف في وصولها لناس ببذخ شديد للبعض، ولا تصل في كثير من الاحيان الى المستحق الاساسي. يعني مثلا محتاجين هي القرى الاكثر فقرا الموجودين في الصعيد، لا ممكن انا اوصل ميه لفقير في قرية من القرى ما عندوش مية بتوصله مية نقية عذبة، أحسن 1,000 مرة من هذا الصرف وهذا البذخ.